مرحبا بكم، أنتم على قناة تارو موزايك. أرجو أن تكونوا بخير، أنتم وكل من تحبون. أتمنى لأبناء المتمدرسين النجاح في امتحانات هذا الأسبوع أو أسبوع الامتحانات الأسبوع القادم. أيضا عليكم بالتركيز والتعب قليلا، معليش لمدة أسابيع، ولكن سترتاحون فيما بعد وتجنون ثمار تعبكم وجهدكم المبذول إن شاء الله. أتمنى لكم جميعا النجاح. فيديو اليوم طلبتموه عن كارما الأهل، الإخوة، الأخوات، الآباء، الأمهات أو الأقارب. سنستعمل في هذه القراءة إن شاء الله تارو روبن هود الذي تعودتم عليه، وتارو فايفور. هذا تارو جديد، تارو أول مرة سأستعمله، هو قليلا تارو سوداوي قليلا، من تصميم الفنانة الإسبانية فيكتوريا فرانسيس. هو مناسب لقراءات الكارما، لأنه نعرف الرسم أو الفن السوداوي قليلا، فيه الكثير من الصور الفامباير وغيره. وفرانسيس أصلا هي متأثرة بكتابة إدغار ألان بو الفرنسي، كما يعرف الذين يحبون الأدب ويعرفونه، كتاباته سوداوية ومرعبة وفيها أشياء مهم. إذا سنبدأ إن شاء الله هذه القراءة، ونتمنى الدعم والعون الإلهي لهذه القراءات. هناك مجموعتين، المجموعة الأولى ب الريشة الحمراء وأول حرف من اسم هذا الشخص الذي نويت عليه، المجموعة الثانية بالريشة الخضراء وأول حرف من اسم هذا أو أول حرف من اسم هذا الشخص الذي نويت عليه. ونبدأ مع المجموعة الأولى والريشة الحمراء. إذن في البداية، ما هي طاقتك؟ من هؤلاء الأهل الذين ظلموك؟ كيف ظلموك؟ وما هي الكارما؟ لنبدأ. وهي سبحان الله، انظر، دائما صور معبرة عندما تكون تتحدث وتخلط الأوراق تخرج لك واحد الأشياء غريبة، تعطيك صورة عن القراءة حتى قبل أن تبدأ. بسم الله. طاقتك، حسنا، هانجد مان، إنك متعب. بطاقة هذه تقول أنك متعب، ربما رفعت يديك عن أشياء كثيرة في حياتك الخاصة، وربما هي دعوة أيضا إلى أن تترك، ترفع يديك عن الأشياء، تترك الأشياء تحدث، وترك توكالك يكون على الله عز وجل، يعني أن ترفع يديك عن الأشياء، حياتك والأحداث، لا تتحكم في الأحداث، لا تريد أن، لا يجب أن تفرسي الأحداث، يعني تجبر الأحداث أشياء معينة أن تحدث، تريدها أن تحدث حالا، تجبرها أن تحدث حالا، ولكن ويقول لك يجب لاشي بريز، ليتس جو، تترك الأشياء تمضي، تترك الأشياء تحدث. وأنها أيضا رغم أنها يبدو هذا الرجل مقلوب وغير ذلك، ولكنها بطاقة أيضا إيجابية، أن تترك، يعني ليس عليك أن تفعل أي شيء، أنت في هذه المرحلة ارفع يدك عن أي شيء، مسؤوليتك عن أي شيء، اترك الأشياء تحدث، لا تفكر، اترك الأشياء. مثلما الشخص يكون عنده شخص مسؤول عليه، يعني مثلا شخص في سن معينة عنده شخص مسؤول عليه، لا يفكر، مطمئن أن هذا الشخص هو الذي سيقوم بكل أموره عنه. هذه البطاقة تدعوك لأن تفعل ذلك وتشعر هذا الشعور مع الله عز وجل، أنه هو الذي سيقوم بالأشياء عوضا عنك. لا بأس، نعم.
هذا اللي يخرج. من هذا الذي ظلمك؟ أرى في السورة الأربعة نقود، للبعض منكم هذا أب وللبعض منكم هذه أم. السورة معبرة، هذا الأب نرجسي، يعني أب أو أم، كما ضعوها حول حسب قصتكم، كيفوها حسب القصة التي لديكم. هذا الأب كما يبدو نرجسي، بخيل، بخيل ليس فقط في الأمور المادية، ولكن بخيل أيضا في الأمور المعنوية. لم يعطيكم الحب الذين تحتاجونه، خاصة في الطفولة لم يعطيكم هذا الحب. قادر في هذه الصورة أيضا لا يكون أب، ولكن يكون أخ، هذا الأخ الأكبر، لأنه أحيانا يكون الأخ في مثابة الأب. هناك إخوة في مثابة الأب، عندما يكون الأب غائب يكون هما يأخذون المسؤوليات، يصبحون هم المسؤولين عنكم، كي يكون هذا الشخص طبيعي وجيد وليس شخص يعني سوي نفسيا. إذا هذا الشخص سواء كان أب أو أخ أكبر أو أم، ولكن أكثر أراه أبا أو أخ أكبر، عنده صفات سيئة، عاملكم بقسوة، يعطيكم الكلام السيء، كلام الجارح، حتى البعض منكم هناك حتى عنف جسدي، ويحاول أن يتحكم في حياتكم كما يريد هو، يتحكم في حياتكم بحيث يأخذ منكم المصلحة الكبرى. ربما ما تم مع هذا الأربعة نقود تعبر هذه الصورة عن أنه هذا الشخص ربما استولى على رزقكم أو أموالكم، عندك حق ما هذا الشخص استولى عليه ولا يريد أن يعطيكم، ربما ميراث. أنا أرى هذه الصورة مع الصور المقابلة، هذه التحكم، حول حياتكم على روت فورتون، عجلة الحظ، حول حياتكم إلى جحيم. صرتم تشعرون بأنكم تتساءلون أحيانا، أنا لماذا أتيت لهذه الحياة؟ اليأس التام، لماذا يحدث لي هذا الظلم؟ لماذا يعني صعب جدا أن تجد الظلم في البيت، لأن البيت هو مخصص أن يكون مكان للأمان للطفل، آمن للطفل، مكان أماني، عندما يدخل إلى بيت معناه راه في مكان آمن، كبيت بجدرانه، شيء آمن عن الأشياء الخارجية أو الخطر الخارجي، وكالأشخاص الموجودين في ذلك البيت، الكبار في السن، مهما كانوا هؤلاء كبار في السن، يعني أنهم يحققون لك الأمان والمسؤولية، مسؤوليتهم عنك، حمايتهم لك. ولكن في هذا الظرف هذا كان هذا الشخص المسؤول عنك كان مصدر خوف، هو كان مصدر خطر، هو كان السارق، هو الذي استحوذ على حياتكم كلها وليس فقط على أموالكم، يريد أن يتحكم فيكم. ربما حتى للبعض الذين إذا كان هذا أب مثلا يجبرك على الزواج من شخص ما أنت لا تريده، خاصة للنساء أنت لا تريدين فقط لأجل مصلحته هو. تحكم في حياتك حتى في الزواج، وكيف تريد أن تكون حياتك مع من تريد أن تكمل حياتك. هنا كان السؤال من الذي ظلمك، ولكن أعطاك عدة أجوبة عن كيف كان هذا الظلم. رغم أنه هذا السؤال كان من الذي ظلمك، إلا أنه كان فيه الأجوبة عن كيف كان هذا الظلم، وهو هنا هذا كان هنايا كان كيف الظلم، رغم أنه كانت الإجابة هنا، وهنا تؤكد لك أن هناك سرقة، هناك سرقة، سرقة حياتك كلها، سرقة أموالك، مثل ما قلت تأكيد على ذلك. هذا الشخص انظر من الدناءة، انظر هذه الصورة، أن يأخذ أشيائك، لئيم، عنده اللؤم، يأخذ مالك ويهرب، بطاقة السبع سيوف، بطاقة السرقة. أيوة أيضا النقد، يعني عنده علاقة بالنقود أكثر شيء.
كيف هي الكارما؟ إذا أردنا أن نعرف كيف هي الكارما، فهي أكثر شيء. نأخذ أيضا ورقة، من هنا، ورقة فيبر. يا الأوراق تتغير. يلا، كيف ستكون الكارما؟ واو، أهم شيء هي أنه أنت ستكون سعيد، يعني ستنقلب حياتك، ستأخذ حقك من هذا الشخص. انظر، 9 أكواب، هذا الشخص سعيد في حياتي، خاصة في العلاقات العاطفية. سيكون هناك تعويض عن الأهل، ربما ستجد أهلا أحسن، ربما لا أدري، لا أعطيكم أمثلة لأن كل واحد وقصته. سيكون هناك تعويض عن الأهل، الشخص ربما ستلتقي بشخص سيكون هذا بمثابة أهل لك. وتقول لك البطاقة أيضا هنا أن الكارما ظهرت هنا، بطاقة العدالة، العدالة الإلهية ستمس هذا الشخص. فكيف ستمس هذا الشخص حتى في علاقاته، في الزواج خاصة إذا كان هذا أخ أكبر، في علاقاته في الزواج، سيكون هذا الزواج مع أولئه وأولاده سيكون تعيسا، سيجني الشوق، لأنه يقول لك المثل، من يحصد، من يزرع الريح يحصد العواصف، ومن يزرع الشوق يحصد الجرح، الجراح. إذا هذا الجراح التي ستصيبه والعواصف التي تصيبه فيه، لأن هناك هنا the justice، العدالة، وهنا page of cups، معنى هذه ما سيصيبه عنده علاقة بالعائلة، الحب، ما يحب، ربما الأولاد. سأعطيكم كل كاين هنا العالم. انظروا الصورة إذا كانت واضحة في الكاميرا، هذه the world، يعني العالم، ولكنها في تاروت فيفور هذا كله موجود في المقبرة. هناك خسارة، في الأرواح، لأن هذه كما ترون هذه مقبرة، خسارة في الأرواح، ربما لهذا الشخص وربما لأشخاص قريبين منه. وأيضا عندها علاقة بالفقر، سيصاب هذا الشخص بالفقر، وأحيانا هناك جنون. قلت لكم بأن قراءات الأهل لا تكون أبدا سهلة، أبدا سهلة، حتى هناك الجنون، مرض، شديد. هذا المرض يوصل إلى المقبرة، وأيضا هناك فقدان للعقل، قراءة صعبة جدا. مرة أخرى تدخل لك الفقر، ظهر هنا في 5 ماسكات، الفقر، الفقدان في الأرواح، الفقدان حتى في الأموال. وهنا ذا هيروفنت، انظر ذا هيروفنت مختلف عن تارو العادي، انظر هذه، الذي يعرف القليل من التاروت، الكاهن هي بطاقة سلطة دينية وروحية، مثل ما قلت لكم هناك مشاكل نفسية، ربما حتى جنون، هذا يثبت، المشاكل النفسية. وهنا كما ترون السكيلت، الهيكل العظمي، جمجمة، خسارة عظيمة جدا، ليس فقط في الأموال ولكن حتى في النفسية، حتى في خسارات نفسية، هذه أيضا تدل على الموت. 4 فراشات، لنرى ما الحل معه قبل أن تأتي الكارما. سوف نرى كم ستظل الكارما لتظهر. ملخص لكم ما قيل، إذا كان هذا الشخص هو أخ أكبر،
فدخلت حتى أنه مشاكل في عائلية وفقدان في شخص عزيز وعندها علاقة بالأولاد. وظهر الموت أيضا والجنون، خسارة في الفقر. كيف التعامل مع هؤلاء الأشخاص؟ نرى أخرى، انظر بعض الخمسة هنا، أين هي هذه؟ هذه البطاقة هي نفسها هذه البطاقة، الفقر مرة أخرى. ما هو الحل مع هؤلاء الأشخاص؟ هي هاي بريستس الدراسة، تقول لك الدراسة هي الحل. إذا كنت أنت ابن وعندك عائلة، والدين أحدهما نرجسي، هو طبعا نرجسيين وسارقين، كأن هؤلاء الأولياء أو الأهل أنجبوا هاد الأطفال. فكرة هاد الأهل واضحين عندي في البطاقات، أنجبوا هاد الأطفال فقط ليسترزقون منهم، كأنهم أداة، كأنهم عبيد، يعاملونكم كأنكم عبيد. والبعض منكم يستعمل الاستفزاز العاطفي، أنا أمك أنا أبوك، لكي تعطيه ولكي يمتصك حتى آخرك، يمتصك ويأخذ كل ما لديك ماديا ومعنويا، حتى روحك يمتصون روحك. تقول لك ذا هايت بريستس الحل في الدراسة، الدراسة لكي، لأن الدراسة تفتح لك التحصيل العلمي والشهادات، يفتح لك آفاق في العمل في السفر، لتستطيع أن ترحل وتسافر. تعليم للذين هم في الدراسة، ما زالوا للذين ليس هم في الدراسة، فتقول لك الهاي بريستس أنه أيضا التعلم حرفة جديدة، تعلم، لأنه هذه المرأة عندها العلوم، دراسات أكاديمية ودراسات لدنية، اللدنية أيضا يعني دراسات روحية، وحتى تعلم حرف جديدة، تعلم حرفة جديدة لتستقل، لأن الحل مع الأهل، مع الأهل الكارميين، أنا وأهل كارما، علاقة كارمية، أهل كارميين. التخلص والحل مع الأهل الكارميين هو الاستقلال المادي، استقلال مادي أولا. أنا أقول لكم أيضا استقلال المعنوي، هذا الاستقلال النفسي، ولكن صعبة 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 جدا. أقول لك مثلا الاستقلال النفسي يعني تكون عندك قوة شخصية، ولكن مع أطفال عاشوا مع أهل نرجسيين، حطموا، عملوا على التحطيم النفسي كي تعيشوا في الخوف، تخافون حتى منهم، مش تخافون حتى منهم، تخافون منهم أولا، ولأنهم ربوكم على الخوف منهم، فأنتم عندكم خوف من أي شيء تقريبا، لأنه حطموكم، عملوا على تحطيمكم. ولكن من الدمار، من الألم، تنبت القوة. يقول لك المثل، الذي الشيء الذي يكسرني يزيدني قوة. إذا هي استقلال مادي، أسهل حاجة هو استقلال مادي، أسهل شيء هو استقلال مادي، أنك تعمل، أنك تنفصل عنهم ماديا وترحل وتبني حياة جديدة بعيدا عنهم، وانسى قضية الاستفزاز العاطفي، لأن هؤلاء يقولوا لك عقوق الوالدين، لكنهم لا يسمعون عن عقوق الأطفال. هناك عقوق الأطفال أيضا وليس عقوق الوالدين، ها؟ عقوق الأطفال لم يسمعوا بها هذه. إذا عائلة سامة، الرحيل منها أسهل لك، لأنه بقاء يؤذيك، البقاء فيها يؤذيك. والاستقلال النفسي أنك تقوي نفسك، تقوي نفسك وتجابههم، تعبر عن نفسك، تعبر عن نفسك وتنطلق، ولا تخف، ولا تخف، تبني قوتك رغم أنها صعبة، ولكن بالعمل يمكنك تحقيق ذلك. وأيضا الحل هو أنك تكون، لأن هم سيغرقون في الفقر، هم ستكون نتيجتهم الفقر، لأن ظهرت ورقة الفقر مرتين، وأنت سيكون هناك تعويض إلهي، تعويض لك ماديا ومعنويا. الحل هو أنه تكون أيضا للعلاج، علاج التروما، لأنه هذه تروما، علاج تروما الطفولة، أنك تكون أب نفسك. إذا كانت الكارما هذه مع الأب، إذا كان الأب نرجسي، فالحل هو أنك تكون أنت أب نفسك،
وإذا كانت الأم نرجسية فالحل هو أن تكون أنت أم نفسك، تعطي نفسك الحنان، العطاء، الحماية، وتصرف على نفسك أنت، لأنه الأب هو أيضا إنفاق مادي وغيره. هذه سيرورة. ممكن أن أدعوكم أنا الذين عاشوا كارما الأهل أن يدخلوا في دورات لعلاج الطفل الداخلي، ولكن ربما مش كلكم عندكم هذا الوعي أنك تدخل في دورة، لأن رغم أنها مهمة إلا أني أعطيك الحل هو أنك تكون أنت أب نفسك، أنت أم نفسك، وتحميها وتعطي هذه، تعطيك الحل. ويجب أن يعني تستعلم وأكثر، تأخذ معلومات عن هذا الموضوع. سأعطيكم بطاقة الملائكة ونعطيكم الفأل، معليش يا أصحاب الريشة الحمراء. بيرسون بيانفيونت، يا لها من بطاقة. هناك شخص يهتم بك، وليس فقط يهتم، بيانفيونت يعني يرعاك يحميك. يا ترى من هذا الشخص؟ وهنا تدخل ثلاث حوريات البحر، ثلاث حوريات بحر. Quelqu'un veut vous aider. Trouvez qui cela peut être et abordez cette personne. هناك شيء، شوف رغم أنك تغرق في الألم والحزن، ولكن هناك شخص قريب منك يريد مساعدتك، شخص قريب منك ويريد مساعدتك. يجب أن تعرف من هو، تعرف عليه واتركه يساعدك، ربما في أهلك، في أهلك، ربما في أقاربك، الأقارب. نعم، ظهرت الأقارب هنا في هذا الشخص، قد يكون أب أو غيره، قد يكون عم، قد يكون شخص من الأقارب، قد يكون. نرى فعلك. غالي غالي والغالي ربي، مهما نروح ونغيب معزتك في قلبي، يلي فيه هواك نموت، مال الدنيا ماشي غالي، أنت الذهب والياقوت. هناك شخص فعلا يحبك وقريب منك ويعتبرك العالم كله، ربما هذا هو العوض، من يدري، الله أعلم. وتقول لك هنا، معليش نقالك هذه، new home moving is a step in the right direction for you. تغيير مكان، تغيير، نيو هوم، بيت جديد، يعني التغيير إنه هو المرحلة الأولى للذهاب إلى الاتجاه الصحيح لأجلك. يعني التغيير، ربما التغيير في المكان، ربما التغيير في المنزل، الاستقلال، الاستقلالية مثل ما قلت. هنا سأقول لك الأبراج كي لا أنسى. ولغريب قدر، هناك الأسد، ظننت أنه لا يوجد أبراج، هناك الأسد، هناك الميزان، وكون هناك الصبر. أجل، هذه هي الأبراج. إذا نصل إلى نهاية القراءة للمجموعة الأولى، الذين اختاروا الريشة الحمراء والحروف الموجودة في صندوق الوصف، وأتمنى أن تكون هذه القراءة قد نالت إعجابكم، وكانت هناك أسئلة، أجوبة لأسئلتكم. أدعوكم لمشاهدة المجموعة الثانية، ربما تجدون شيئا ما، إذا الأشخاص الذين لم يجدوا نفسهم هنا ربما يجدون نفسهم في القراءة الثانية، ونذهب إلى المجموعة الثانية. والذين اختاروا الريشة الخضراء وأول حرف من اسم هذا الشخص، مرحبا بكم، نختار المجموعة الثانية والريشة الخضراء وأول حرف من اسم هذا الشخص الذي نويت عليه. ولنبدأ، ما هي طاقتك؟ نخرج جيدا الأوراق.
أنت في طاقة الثمانية نقود، ما يعني أنك تتعلم، ربما تتعلم شيئا جديدا، ربما تأخذ دروسا. شوف هناك عدة قراءات، يا إما تتعلم شيء جديد، ربما حرفة جديدة، ربما علم جديد، أنت تتعلم، أو أنت تتعلم الدرس، أو تتعلم الدرس شخص ما. يعني هناك قراءتين، شخص ما يشاهدني تأدى كثيرا كثيرا من كارما، هذه الكارما، والآن يتساءل، هناك تطور روحاني، عنده تطور روحاني، يحاول أن يقول لماذا، ما هي الدروس التي علي أن أتعلمها، وصار يتعلم الدروس فعلا. للبعض منكم، من هؤلاء، من هؤلاء الأهل الذين ظلموك؟ لنرى من هذا الشخص. هذا الشخص قد يكون رجل، يعني هناك 9 أكواب، الأكواب عندها علاقة عاطفية كبيرة. قد يكون هذا الشخص هو الأب أو الأم، لأنه عنده العلاقة وطيدة بك. هنا ظهرت الماجيشن، وهنا ظهر ذا وورد، وهنا رجل وهنا امرأة. يعني البعض منكم قد تكون أم، البعض منكم قد يكون أب. أب، ولغريبة القدر هذا، الصدف، هذا الرجل أو المرأة، هذا الأب أو الأم يؤمن بالسحر، يؤمن بالسحر، ربما يعمل أشياء سحرية، ربما يعمل أمور سحرية. غريبة، شخص واثق من نفسه، يحب نفسه كثيرا، أناني، لا يهمه إلا نفسه، حتى أولاده لا يهمونه أولاد. أنا أتمعن في هذه الأوراق، يا إلهي، يا لها من أوراق. هنا تظهرت أكثر أنه الأم، حسنا، يعني للبعض منكم قد يكون أب، ولكن الأغلبية قد يكون أب، ولكن الأغلبية أم نرجسية، أم ذات مع الأمبرس، الإمبراطورة، امرأة يعني قادرة، امرأة متسلطة، عندها كلمة في المنزل، تسيطر على كل شيء، مسيطرة على كل، الإمبراطورة، تريد تمشي، تمشي أولادها وحتى زوجها ربما على كيفها، وعندها شيء من السحر، تمارس السحر، حتى إن كنت لا تعلم، ولكن هذه المرأة تذهب لتعمل أشياء يعني ليست جيدة. هذه المرأة تحب أن تتحكم وتسيطر، هي تذهب ربما للسحر، تعتبر نفسها مثلا تريد أن تتحكم في أولادها، ربما هي تقول، ربما سحر الحب أو الجلب أو لا أدري، تقول أنه جيد لأنهم أولادي، أنا يجب أن أتحكم في أولادي، يجب لأنهم أولادي وأنا أحبهم وأريدهم أن يكونوا بالقرب مني، ولكن هذا كله سوداوي، لأنها تجعلهم ربما لكي لا يتكلموا عن حقوقهم، لكي ربما حتى الأولاد، عندها أولاد تريد أن تسيطر حتى على زوجاتهم، مثلا تجعله لا يسمع كلام زوجته، ينفر منها وينفر من أولاده ويتبعها هي فقط، أما لبناتها فحدث ولا حرج. يعني امرأة غريبة، وهذه المرأة لا تتوانى حتى عن سرقة أموالك، حتى سرقة أموالك وحرمانك منها واستغلالك ماديا، وهي لا ت... يعني أيضا إذا كنت امرأة متزوجة وهذه أمك، أو كنت رجل متزوج وهذه أمك، تريدك حتى أن تترك أهلك، تريد أن تحطم العائلة التي بنيتها، عائلتك يعني أسرتك، تريد أن تحطم حتى أسرتك لكي لا ترى أسرتك، تفرح لو تجدك
في خصام مع أسرتك. نرى كيف نقصد أوراق أخرى. أردت أن تخرج هذه الورقة، هي تعتبر نفسها أنها ملكتك أنت، ملكية خاصة. نعم، ملكية خاصة، تريدك أن تظل نائم، تقول نعم نعم لكل ما تريد. ربما هذا الذي جعلها تقوم بالسحر لك لكي تظل مغيب مغيب ولا ترى إلاها، وتقول نعم نعم لكل ما تقوله، وتحكم بحد السيف. علاقة متوترة دائما معها، دائما هناك خصامات، دائما هناك شجار، هناك صوت مرتفع، هناك كلمات جارحة. نأخذ ورقة من الفيفور تارو، تتطاير بشكل غريب هذه البطاقات، بطاقة عندها مع هذه الورقة، عندها كره كبير، قلبها أسود، قلبها مليء بالحقد عليك. إذا لم تكن لا تطيعها فتقول لك أنت أخذت دعوة الشر، مثل ما نقول عقوق الوالدين، تقول لك هكذا، يا إما تقول لي نعم يا إما أنت خلاص ملعون مني عندي، لأنها عندها حقد كبير كبير كبير. لا تحب أن ترى شخصا سعيدا، لو وجدتك سعيد تشعر بالأسى، تأتي وتنكد عليك. حسنا، وإذا هذا الأشخاص الذين غير متزوجين، ولا الأشخاص الذين هم متزوجين، إذا وجدتك سعيدا مع زوجتك مع أولادك تأتي تزعل، لا تحب، تريدكم أن تكونوا. هذه في الغالب امرأة، يعني للبعض منكم هذه الأم عاشت حياة سيئة مع زوجها، هذه الأم حياة سيئة، يعني كان هناك سيطرة من عند الزوج، كان يعاملها بشكل سيء، ربما كان بخيل معها، ربما ومثلما عاشت هي حياة سيئة وليست جيدة، تريد حياتك أيضا أن تكون سيئة. لا تريد أن تكون هناك سعادة، ولا أن يكون هناك فرح، ولو وجدتك سعيدا تريد تأتي لتنكد عليك حياتك، كيف أنت سعيد وأنا لا يجب، لا يجب، لأنها ليست جيدة في نفسها، أني با بيان دون سابو، ليست جيدة، ليست بخير في داخلها، تعيش صراعات نفسية، عندها شياطينها الخاصة، عندها شياطين. هو انجينيرون الذين يتعاملون مع السحر عندهم شياطين، هؤلاء السحرة وتلك الأعمال السحرية تتحول إلى شياطين تعذبهم تلك الشياطين، سبحان الله. تضع 100 ماسك، تضع 100، هنا ملكة الماسك، القناع، ملكة الأقنعة، تضع 1000 قناع وقناع على عينيها، تتظاهر بأنها متدينة وإنها طيبة، وأحيانا هي الضحية، وأنها تحبكم حتى أنها تحب أسرتك الصغيرة، ولكنها تحفر في ظهرك وتطعنك في الظهر. هي أيضا مع أيضا هنا فارس الفراشات، كأنه ملاك، تتظاهر بأنها ملاك، ولكنها من أقول، أنتم قولوا ما هي الكارما؟ ظهرت الملوك، ظهر ملكين، ملك النقود وملك الأكواب في الكارما.
نأخذ مثلا نزيد من الأوراق من ال هناك ضربتان، هناك ضربة فيما يخص النقود وضربة فيما يخص العلاقات. واو، قلت لك عندها شياطينها، لم تصدقني عندما قلت لك عندها شياطينها، لم تصدقني. ده هذا الشيطان، شخص هذا صح ساحرة. والشيطان هو الذي سيتكفلها. هناك ضربات يعني كارما من عندما يظهر لك الشيطان في الكارما، يعني لا تتوقع كيف ستكون النهاية، ستكون نهاية وخيمة جدا، ربما هلاوس. هذا الشخص حتى أنها عندما تنام الليل لا تستطيع أن تنام الليل، بدأت الكارما إلا أنها ما تزال مغيبة، لا تستطيع أن تنام الليل لأنها الشياطين تطاردها في الليل، تستيقظ في الليل مفزوعة. ربما عندها هلاوس، تتضح لها أمور غريبة، تتهلوس أو تتخيل أنها ترى أشياء، تطاردها أشياء في الأمن في المنامات، وهي أفعالها السوداء هي التي تطاردها، أفعالها السوداء. نهاية وخيمة أيضا. ستة ورود، نظر هنا الستة نفسها، نفس البطاقة. شوف، للبعض منكم سيكون هناك الزهايمر، مرض الزهايمر للبعض في الكارما، لأنه النكوص إلى الطفولة والنوستالجيا، بطاقات النكوص إلى الطفولة والنوستالجيا ظهرت مرتين. والخرف يا إما هو الزهايمر أو الخرف، يبدأ عقلها يصبح مثل عقل الأطفال. وللبعض الآخر هناك الهلاوس وأنها تفقد عقلها، يعني من شدة تبدأ تتخيل أشياء، يعني عندها مرض في الأخير، ولكن هذا المرض أكثر منه عقلي، أكثر منه جسدي. هي تبدو في الحالة الجسدية تبدو بخير، وليست لديها أمراض كثيرة أو أمراض مزمنة، ولكن الشيء الذي سيصيبها في الكارما عنده علاقة بالأشياء نفسية، لأنها يعني تعاملت كثيرا مع بالشر والأفعال الشريرة التي ستدور عليها ومع الشياطين، لأنها يعني ساحرة. هناك نقص دائما للطفولة وللوراء، العودة إلى، يعني كيف نقول، تتراجع إلى الوراء، كل شيء سيتراجع فيها إلى الوراء، خاصة نفسيا وعقليا. مثلا ما هو الحل، التعامل مع هذا الشخص؟ أنا أجد أن الحل هو نفسه مع المجموعة الأولى، الاستقلالية، يعني كارما الأهل يجب الاستقلال، لكن لا بأس. هذه الشخصية بخيلة، ظهرت النقود مرتين. تقول لك الآن التعامل مع هذه المرأة، التامبيرنس، الاعتدال والتوازن، التوازن العقلي والجسدي والتوازن بالإنفاق، تتعامل معها بالتوازن بالاعتدال، لا تظهر لها مثلا أنك ضدها وأنك ربما لتفادي شرها، لأنه هي تتعامل بالسحر، تسحر وتريدك أن تكون معها دائما كأنك عبد لها، ما تريده تقول لها نعم، وكل ما تريده تعطيه إياها، فيجب أن تحذر، تتعامل بالحذر، لا تنفصل تماما ولا تكن معها تماما، وخاصة في الجانب المادي، لأنها طماعة، شخص طماع واستغلالي كبير، استغلالي كبير جدا. عليك دائما أن تختار
أن تختار بينها وبين شيء آخر، فيجب أن تتوازن، لا تترك تماما ولا تكون طيعا لها بشكل كبير، لا تبدي لها ما أنت تفكر فيه. ولكن دائما ما دام كانت هناك أموال يجب الاستقلالية المادية، أنت مطالب بالاستقلالية المادية، وإذا أرادت أن تأخذ مالك وغيره أنت أعطيها بالمعقول بالاعتدال، أعطيها المال ولكن بالاعتدال، لا تتركها تمصك كلك، تأكلك كلك. هذا هو الحل. دائما حتى وإن كان هناك صراع معها وحرب معها، حرب يعني بالعقل، بالعقل، لأن هذا الرجل هنا عنده كثير من الصولجانات متجهة نحوه، إلا أنه واقف وثابت، هو لم يبدأ بالحرب ولكنه قادر على أن يدافع على نفسه. استقلالية مادية مهمة جدا. لنرى نصائح الملائكة. ميريت، استحقاق. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Ah. هذه البطاقة، بطاقات الملائكة غريبة جدا. هذه البطاقة، انظروا ترون هنا حورية البحر كيف هي منكبة على نفسها. هذه البطاقة كأنها تحضنك وتقول لك أنت تستحق كل الخير الموجود في الكون، كل الخير موجود على كل سو بكل صوره، الحب موجود بكل صوره، أنت تستحق، لأن العلاقة الكارمية مع الأهل قلت لكم في البداية في القراءة السابقة أنها تحطم، تحاول أن تحطمك نفسيا، تحطمك حتى لا تستطيع أن تقول لا، حتى لا تستطيع أن تبني نفسك من جديد، وترى أنك غير محبوب، خاصة عندما تأتي الكارما من الأهل، الأهل الذين هم من المفروض أن يعطوك الحب اللا مشروط، تجد أن الكره لا مشروط موجود يأتيكم منهم، الاستغلال يأتيكم منهم، الحب غير موجود أبدا. فهي تقول لك أنت تستحق الحب، يجب أن تتعامل أن تشفي نفسك أنك تستحق، لأنه عندك الاستحقاق، أنت متدني. هذا ما فعله الأهل الكارميين، يجعلك تشعر بأنك لا تستحق، وتقول لك أنت تستحق كل الحب، وأنت تستحق الخير بكل صوره بكل حالاته، بكل الخير المادي، الخير المعنوي، النفسي، العاطفي، الجسدي، كل شيء أنت تستحق، أنت تستحق، يجب أن تؤمن بهذا أنك تستحق. حسنا، لنرى الأبراج لكي لا ننسى. حسنا، نرى الثور. السرطان، الجوزاء، وهنا العذراء، الجدي، ظهرت الكثير من الأبراج، وهذه هي الأبراج. أرجو أن تكون هذه القراءة قد نالت إعجابكم وأجابتكم عن أسئلتكم، وأعطتكم القليل من الأمل والإيضاح، التوضيح في الحياة، الطريق الذي تريد أن تسلكها، أي طريق يجب أن تسلكها، كيف يجب أن تتعامل مع هذه الأشخاص. أتمنى لكم كل الحب، أتمنى لكم أن تكونوا بخير، لأن كارما الأهل، أن يكون هناك شخص كارمي معك في عائلة صعب جدا. أن أدعوكم لأن تتحلوا بالقوة، أن تكونوا أقوياء، أن تبنوا نفسك، لأنهم حاولوا أن يحطموا نفسك، يحطموا ثقتك بنفسك. حاول أن تبني نفسك ولا تسمع ما يقول، لأن الشخص الذي يكرهك لا تسمع الرسالة التي يريد أن يقولها. أنت تستحق كل الخير، وأنت شخص قوي، يجب أن تبني نفسك من جديد، وأن تستقل ماديا، هذا مهم جدا.
لكي تبتعد. أنا يعني الحل مع هؤلاء الكارميين، العائلة الكارمية، هي الرحيل من هذا المكان، الرحيل. حسنا، أتمنى لكم الخير وكل الحب. نلتقي في فيديو قادم. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.